مجلس البقر العام ديال جامعه العرائش. معنا السي نور الدين. شي كلمه السي نور الدين بهذا الاتفاقيه اللي وصلت اليوم؟ المهم هذه اتفاقيه كان مدرجه على انه خصها تكون في البدايه، لان احنا كجمعيه اللي دخلت في المشاريع مع الاتحاد الاوروبي اقترحنا على انه خص ضروري لقاء مع الجماعه ومع جميع المصالح والمؤسسات باش تسهل العمل والماموريه ديال هاد الجمعيات في تنزيل البرامج ديالها. مع الاسف ان هادشي تعطل، ولكن انك خطوه او كتاسيس لهاد بالفعل هو لان الجمعيات اللي كتشتغل في هذه المجالات هي مكمله للبرامج اللي كتخدم الجماعه، بمعنى انها ما كتخدمش في الهواء، هي يعني كتخدم في الارض، وضروري من تعامل مع الجماعه كمؤسسه باختلاف اللون ديالها السياسي كما كانت، لانه امر واقع ضروري من التعامل ديالها، لان الجمعيات عندها مصالح، عندها اشياء خاصها تقضيها وخاصها التسهيل ديال الجماعه. كنتمنى على ان الجماعة العريش تاخذ بجدية هذا الميثاق اللي سنيناه، وان تسهل الماموريه ديال هاد الجمعيات من اجل انجاز هاد المشاريع اللي هي مكمله للعمل ديال الجماعه، لان الجماعه بوحديتها راه ما تقدرش تشتغل، ولكن راه ضروري من العمل ومن التعاون ديال الجماعه مع الجمعيات. اللي هضرتي قبيله سيدي ديال المحطه القديمه، درت واحد الاقتراح انه يكون مقر الجمعيه. اقتراح، لان قلنا ودي الجماعه راه ماشي ضروري على انها تعطي تمويل لهذه الجمعيات، ولكن اشياء اللي بسيطه وموجوده في الواقع وكيخص الجماعه تكون متفاعله معها. مثلا اعطينا مقترح رئيس المجلس البلدي على ان المحطه الطرقيه اللي هي معلمه تاريخيه كانت جميله جدا، واحد البناء موريسكي جميل جدا، ولكن اصبح مرتع الاهمال واعطوها الموقف ديال السيارات، الشيء اللي زاد وسخ المدينه وخلق ضوضاء وضجر. لما لا اقترحنا على ان كاين مجموعه ديال الجمعيات في المجتمع المدني ما عندهاش مقرات، ممكن، وكان تجاوب قالوا انه ممكن، سنرى الاقتراح. شكرا. لا لاش اونفون كانت مقر الجماعه.